سيدي علي، وخاصة وسي شهاب حكى على التغييرات اللي حسنت مستوى المنتخب، التغييرات شفناها متأخرة ياسر. هو اللي يحكي فيه سي شهاب معقول ومنطقي، لكن الرالي يمكن المستوى اللي شفناه في المباراة الثانية بعيد كل البعد على اللي كان يحكي فيه سي شهاب، خصوصي بالنسبة للادفرسير. الادفرسير ما لعبش البلوك بال بارح، الادفرسير لعب طلع عالي ومشى علينا، ونحن لهنا فين تقلقنا لا كريا بروبليم للمنتخب التونسي البارح. اور نحن فوزي بن زرتي ونعرفوه الناس كل يحب يلعب البارح لعب العالي، لكن لونتام ما كانش كما يلزم. وين لعب العالي؟ علي لعب عالي البارح. شكون لعب عالي؟ المنتخب التونسي. قلت له سي فوزي لعب عالي. اي لعب عالي، مشى لعب سي فوزي يحب يلعب عالي، لكن هما اللي قيناهم لعبونا عالي. قلت لك لا كريان بروبليم عاد سي إيه. لا معك بسيرش علي، لا معك. انا حاجه برك قلت عليها، انا قلت الفريق هذايا يعطي منظم انه وقت يستوجب انه يدافع عالي. وقتاش يدافع عالي؟ يسميه الكونتر بريسينج. وقتاش؟ وقت يخسر الكرة هو يعاود يسترجعها في نفس المكان بالكتلة متاعه، لكن وقت يستوجب منه باش يلعب لازون يلعب لازون، وعملها برشا مرات في أثناء المباراة. شو هو لازون؟ يجي في نصف الملعب متاعه ويعمل دو ريدو لي كات ديفونسور معاهم لي باش يبعد الاختار على الكاج نتاعو. سي نورمال. اش قلت لك؟ انا قلت لك فريق تلمو منظم عليه، تلمو منظم الفريق عليه، تلمو منظم انه كل فاز دو جو يعطيها قيمتها، سواء دفاعيا بالكونتر بريسينغ والا بالزون، سواء هجوميا الهجمه السريعه او هجمه مركزه. يعني فريق فريمون يعطي كل شيء، يعطي قيمه. الفريق هذا البارح مشانا القدام عكس اللي كان ينتظر فيه يمكن الفريق تاعنا، خاطر كي جا تونس لهنا كان البلوك نتاعو با وخلانا اللي نحنا او نيفو دو لا بوزيسيون دو لا بال والفون دو جو شادين الكره، وامتلاك الكره كان كبير برشا في تونس. واللي تحكي عليه ميكفيش دو لارجير للتيرا والاستراتيجي اللي بالاريتي اللي جاتنا وكل شيء ما استغناهمش، بريسك 17-18 بالاريتي ما استغناهمش بالكل. انا اللي نقوله لك ما بين الماتش الاول والماتش الثاني شفنا فريق نتاع الكامور اللي ما حكيناش عليه برشا يلعب باسلوب سامبل بسيط، يلعب في كوره صحيحه منظمه، عنده دي روبير في كان شفت في تبادل سريع للكوره من اللاعبين، كور سهل نقولوا الممتنع. فاجئنا الحق، فاجئنا بصراحه تامبلوس ما نتاعو مفروض ما يفاجئناش. عيشكم عنده مستوى محترم جدا. لا لا مفروض ما يفاجئش في المستوى نتاع مفروض المستوى نتاع المنتخب التونسي ولا الانديه الكبيره اللي تلعب ما عادش تفاجئك. علاش؟ على خاطر الفرق الكليكا في العالم كتاب مفتوح فيزيوناج فيزيوناج لي بلاتفورم موجوده لي دوني كل موجوده. فاجئنا نحن كجماهير ولا متابعين ما يفاجئش الستاف يعرفوه بالطبيعة. نحن كي قلنا تقييم تاع فريق القومي نتاعنا من المباراة الأولى للمباراة الرابعة اش تحسن؟ اللي تحكي على الثوابت، فين الثوابت؟ فين اللي كومبينيزون تكتيك والخدمة ريال اللي موجودة في الملعب وسط الأسبوع؟ 10 أيام بار اكزومبل دو ماتش في 10 ايام نعملوا 4-5 سيونس ماكس باش نخدموا، تعرف سيكل نتاع باش نخدموا برشا تكنيكو تكتيك برشا فيفاسيتي برشا اونتيترين فيزيك وكاهو كو دو بياريتي ونخدموا برشا فيزيوناج. فينو هذا البارح؟ وينو في الماتش الاول؟ انا ريان فيو. فينو لي كومبينيزون تكتيك؟ ما ثمرينيش. فينو الرونفيرسمون؟ قلت كلمه باهي انت، وقتاش ولينا نلعبوا في الزميتون بالكدا؟ كي قرب تونديم لديو قرب لبعضه المجبري ويوسف انا في دي بيل شوز. ابار هذا تحكيت على لجنحه، نلعبوا بلاش اجنحه. كي تحط لي انت جزيري انا تاكون اللي كمل الهجمه سي معك سي شهاب باش ما يلزم اللي تحكي عليه اللي لارجمون تيرا فين اللي زرالا تيرو اللي زرالا تيرو كي يطلعوا سورتو كي عندك دو بيفو دو بيفو في المستوى نتاع الصخيري والعدوني وفول دو كوفرتور وتكتيكمون سون تري بيان، خصوصي الصخيري يعرف كيفاش يقف في سكر وكل شيء ما استقناهمش. علاش ما نقولوا الحقائق؟ هذيك حدود الله في الزيرالا تيرو، هذيك الامكانيات سي كمال ثماش حاجه كبيره، لكن او نيفو دو زيلي اللي حكيت عليهم انت خويا عندنا شوا، كان ينجم يكون شوا خير من هكاك، وانت تعرف وانا نعرف
ايت مالك كان ينجم يكون جبالي تضرب كان يعاون اللي خليناه في البارك الخضراوي كان ينجم يعاون بالقداه معاه زيد المشاكل ونيفو دو لا كومونيكاسيون تاع ستاف مع اللاعبين اللي موجودين برا كيما التيفي كيما العاشوري اثر علينا برشا خويا العزيز بون تقول لي ما ندخلوش في المواضيع هذيا ليكستريز امبورطون يلزمنا ندخلوا ويلزمنا نحكيو خاطر فوزي بن زرتي انا واحد من الناس صديقي ونعزو ياسر لكن مصلحه المنتخب فوق كل شيء فوزي الدوا كوريجي سي ديفو عاش خويا راك في منتخب وشفنا حاجات ما تشرفش المنتخب التونسي رانا تاريخ ورانا عايشين في فوضى حاجات شنو فوضى حاجات نتاع مش معقول اللقطات اللي شفناها انت نحكيو به نتاع فلان ولا فلان ولا فلان خلينا نكمل بربع دقيقه واحده مع عزيزي خويا العزيز ثم ناس زاده يلزمنا نشوفوا امكانيات نتاع ملاعبيتنا يلزمنا واحد كما يوسف الناكني سان جوار اللي الناس الكل نحبوه وجوار كي يعطينا لي سوليسيون كبار لازم نعرفوا زاده نستحفظوا عليه ويلزم نعرف وقتاش ندخلوه وقتاش اولوجير يرحم والديك نحن متفاهمين قلت انت قبيلك المجبري المجبري سي البلي المستقبل نتاع المنتخب التونسي كي يكون عندك زوز قدعان كيما السخيري اللي يرجع لمستواه رغم توا مش في المستوى الحقيقي والعيدوني اللي حكي عليه سي مختار يلزمنا مليو تيران من اعز المليو تيران اللي موجود في افريقيا ما استغلوهمش غدوه نجيب الخضراوي غدوه نجيب السرارفي غدوه نجيب منعرفش ديزيلي التيفي العاشوري يرجع جبالي ولا جزير يكون في مستواه خاطر الجزيري ما لموش ما وصلو شيء مسكين حتى السوتيان ليه ما كانش لا من المجبري ولا من ساكن بالكامل